يعني سلامتهم طبعا. احنا شفنا الاجراءات الاحترازيه ماشيه بشكل اكتر من رائع، وكمان شايف اللعيبه مرتاحه شويه، في نوع من انواع التركيز، لكن كمان في راحه وعندهم هدوء وده مهم جدا. شفنا ميشيل يانكون كمان بعلامه ان شاء الله يعني جود لك، واحنا بنتمنى لهم كلهم التوفيق. زي ما قلت لك كمان اسهام في مجهودات مكثفه كمان عشان كهربا يتعالج ويخش، علي معلول هينضم بكره، كل دوت كتيبه ان شاء الله باذن الله بتتجمع. صحيح. وان شاء الله بيكون على هدف. هو بتبقى يعني انا عشت اللحظات ديت، بتبقى بتحس انك فعلا مجند، يعني احنا رايحين، انا بتكلم بلغه احنا، عندنا اكننا كتيبه رايحين ندافع عن اسم النادي الاهلي واسم بلدنا كمان اللي احنا بنلعب باسم مصر. فكل ديت الاراده والعزيمه والروح اللي شفناها كمان في مباراه بيراميدز ياخدوها وتبقى موجوده، وان شاء الله انا متفائل ان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه باذن الله ان شاء الله.